الو، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد بنتمشى فيه في الشارع وبنشوف الحاجات شكلها ايه هنا، زائد دردشة عامة عن الحياة هنا في امريكا. فلو مهتمين بالمحتوى ده متنسوش تدعموني وتعملوا لايك وسبسكرايب. يلا نبدأ على طول. بصوا، لفت نظري واحنا ماشيين بالعربية انهم حاطين زي اعمدة صغيرة كده خضرة، ولما هنمشي شوية كمان في سهم كده، وبعدين في هتلاقوا في لون اخضر مرسوم عليه عجلة. فده معناه ان اللين ده او الحتة اللي لونها اخضر دي مخصصة للناس اللي راكبين عجل. دي موجودة اصلا بقالها فترة، ان هم عاملين بيبقوا عاملين حارة صغيرة كده مخصصة على كل جنب للناس بتركب عجل. بس يعني بقى مؤخرا ان هم بقوا بيعملوها بلون اخضر، فدي حاجة لذيذة قوي قلت شاركها معاكو. هننزل بقى شوية من العربية وهنتمشي على رجلينا عشان تشوفوا شكل الحاجات عاملة ازاي واحنا ماشيين. يلا بينا. هكلمكم شوية عن حاجات في امريكا محدش بيتكلم عنها او ما بيجيبوهاش في الافلام، او مش دي اللي احنا عارفين، مش دي امريكا اللي احنا عارفينها او اللي هم بيوصلوها لنا. ان مثلا هنا اخدت بالي منه ان في عائلات كتير عندها اطفال كتير قوي، وبيبقوا لما بيجوا نازلين بينزلوا كلهم مع بعض مثلا يعملوا شوبينج، كلهم يروحوا ياكلوا مع بعض في حته، فعاملين دوشه. ومن اللي انا عرفته ان يعني كل طفل الحكومه بتدي البابا ومامته عليه فلوس، فانا بقت بحس شويه ان الناس بتجيب اطفال عشان تاخد عليها فلوس، زائد ان هما بيبقى ليهم مبلغ معين اكل وشرب كل شهر. ده زائد ان مدارسهم كلها مجانا، محدش بيدفع حاجة الا بقى لما بيخشوا كلية. ده اللي احنا بنشوفه بقى في الافلام، اللي هو انت ثانوية عامة او هاي سكول فهتكمل كلية بعد كده، ولا ممكن خلاص ما تكملش تعليم، لان الكلية بتبقى غالية. ممكن يدفعوا في الاربع سنين مثلا 200,000 دولار او ممكن اكتر شوية او اقل شوية على حسب يعني. فالناس بتبقى اللي هي عايزة دايما يكون في منح او حاجة تسهل عليها الموضوع. انا بشوف ان الناس شوية هنا يعني في حتة ان هم يجيبوا اطفال بيستغلوهم، مش عشان اكيد في ناس بتجيب اطفال عشان هي حابة تجيب اطفال، بس في جزء بحس لا، يعني حتى من تعاملهم اللي هم بيسيبوهم يعيطوا بيخليهم عاملين دوشة وما بيقولهمش حاجة، ان هما بيبقوا يعني مزعجين لناس تانية وما هما ما بيعملهمش حاجة، كأنهم كده يعني كمالة عدد كده. فده بالنسبة لي غريب ومحدش بيتكلم عنه. ده ما شفتش اي فيديو في اللي هو تعالوا امريكا والسفر واللوتري والمعرفش ايه، فالناس بقت مجنونة عايزة تيجي هنا بأي طريقة. محدش بيقول الكلام ده خالص، ما سمعتش في اي فيديو الحقيقة. فده بيوصلنا لنقطة تانية، الناس اللي بتيجي هنا كلجوء وخلاص مش بيرجعوا بلدهم تاني، سواء بقى بيقولوا ان احنا معرفش مين ضربنا ومعرفش ايه فاحنا مش هنعرف نرجع بلدنا، او حصل مثلا حرب في بلدهم فاحنا هنيجي هنا. بيبقوا عارفين ان هم جايين عشان هم لاجئين فليهم فلوس، اللي هو انتوا كامريكا دمرتوا بلدنا فادونا فلوس بقى ان احنا جايين لاجئين، فاللاجئين بياخدوا فلوس زائد اللي انا قلتلكوا عليه ده. فده يعني طبعا يعتبر حلم لاي حد ان هو ياخد فلوس كده فور فري. بس على يعني جانب اخر ان انت لازم تبقى شغال عشان تاخد فلوس، ولو اي حد بيشتغل بيدفع ضرايب اخر السنة، هي مش زي عندنا في مصر. يعني زي ما قلت لكم في فيديو قبل كده ان اللي هم الناس اللي معاها فلوس او اللي معاها ملايين بس اللي بتدفع ضرايب في مصر، او مؤخرا اللي بقوا بيعملوا يروحوا مصلحه الضرايب عندهم منتجات، ودول عندهم ملايين برضو يعني، فما ان هم يعملوا دفتر ضريبي ولا مش عارفه ايه ده مش فارق معاهم. فهنا لا، طالما انت شغال هنا لازم تدفع ضرايب في اخر السنه. وزي ما قلت لكم برضو في فيديو قبل كده ان انت لو انت شخص ملتزم في شغلك
او بتاخد اللي هو حد ادنى من اي حد بياخده، فهم بيرجعوا لك جزء من الفلوس. زائد طبعا ان في ناس لما بتيجي هنا بتكون مش معاها لسه ورق او حاجة زي كده، فبيشتغلوا في محلات عربية عشان ياخدوا في فلوس كاش، ما بياخدوهاش عن طريق حساب بنكي زي اي شغل تاني، فكأنهم بيشتغلوا يعني شغل غير شرعي اللي هو الحكومة ما تعرفش عنه حاجة، لان هم بياخدوا كاش في ايديهم، ما بياخدوش شيك بيروح على حسابهم في البنك، فده طبعا غير قانوني، بس ده بيخليهم برضو يعملوا فلوس يعني حكومة مش شايفاها او مش عارفة عنها حاجة. بسمع ان في مثلا بعض الجنسيات العربية بيبقى ليها بتقعد تدور في القانون عشان تعرف حقوقها ايه، وتاخد يعني اكبر قدر من الفلوس اللي ممكن تاخدها من الحكومة. بحس ان هم كأنهم بيعملوا ده من حتة اللي هو مش انتوا جيتوا علينا وبوظتوا لنا بلدنا ودخلتونا في حرب احنا ما لناش دعوة بيها، فاحنا هنشوف يعني قوانين وهنلف حواليها عشان ناخد منكم اكبر قدر من الفلوس، طالما انتوا بوظتوا لنا حياتنا وبوظتوا لنا بلدنا وخلتونا نيجي هنا واحنا مكناش عايزين نيجي. فالكلام ده عمرك ما هتشوف اي فيديو محدش بيتكلم عنه، محدش بيقول الحاجات دي، محدش عايز يقول الحاجات دي. تعالوا نستريح شوية من الرغي الكتير ده ونروح ناكل دونتس. المكان ده دايما عليه زحمة فقلنا نجربه، يعني من الأماكن القليلة هنا اللي شفتها بيعملوا دونتس بس، تعالوا نجرب كده. طعمها كويس عادية، وفي عصير كده طعمه مش حلو قوي يعني، بس تمام جربناه وكانت تجربة ظريفة. يلا نكمل دردشة ونتمشى شوية. كنت عملت قبل كده فيديو عن الاكل في امريكا عامل ازاي، هحط لكم الرابط بتاعه في التعليقات. فكان في جزء انا ما اتكلمتش فيه وقلت اكلمكم فيه هنا، ان يعني الناس تعتبر هنا انا بشوفها استهلاكيه جدا، يعني مثلا لكل حاجه فيها تنوع منتجات كتير قوي، ممكن مثلا تشتري حاجه وتروح بكره تلاقيها خلصانه، او ان الكل سيزن مثلا في الكريسماس في الثانكس جيفينج وفي هالوين، في اماكن بتفتح مخصوص عشان تبيع لبس هالوين وبعدين تقفل تاني، فهي مثلا في اسبوع تعمل لها كام مليون يزبطوها بقيه السنه. وفي فعلا يعني منتجات رخيصه فاللي هو انت بتشتريها مره ولو باظت مش مهم بترميها وبتجيب غيرها، لان سعرها يعني مش غالي قوي ومتاحة. وزي ما كنت بقول لكم ان الكل سيزن بيبقى ليه منتجاته بقى، مجات عليها شكل اشكال معينة، لبس عليه اشكال معينة خاصة بكل مناسبة، منتجات اكل بقى، يعني فكروا في اي حاجة في اي يعني مناسبة هتلاقوا فيها كل حاجة.
وبس كده فيديو النهاردة خلص، اتمنى يكون اعجبكم. قولولي الحاجات اللي عجبتكم في التعليقات، وخليكم تابعين فيديوهات احلى كمان جايه.